رئيسة حزب SPO تتنافس مع حاكم ولاية ورئيس بلدية على القيادة. روسيا تتهم النمسا بعرقلة المفاوضات المتعلقة باتفاقية دولية. تمديد مراقبة الحدود بين النمسا والمجر وسلوفينيا لمكافحة تهريب البشر. تحذيرات خطيرة من تهديد إرهابي في النمسا عبر خلايا نائمة. استنفار مقاتلات أيروفايتر بعد انقطاع الاتصال مع طائرة إسرائيلية. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. بعد ترشح أكثر من 70 شخصا لرئاسة الحزب الاشتراكي SPO، بقي 3 أشخاص فقط لخوض الانتخابات في 24 من أبريل الجاري. ويتنافس مع الزعيمة الحالية باميلا ريندي فاغنا هانس بيتر دوسكوتسيل حاكم بورغنلاند وأندرياس بابلر رئيس بلدية رايسكيخن. ويتم قبول المرشحين فقط إذا جمعوا على الأقل 30 تفويضا دعما لترشحهم، حيث حصلت فاغنر على دعم 100 عضو، في حين جمع دوسكوتسيل 440 وبابلر على أكثر من 2000 تفويض. وستم إجراء الانتخابات بين حوالي 147 ألف عضو في الحزب هذا الشهر ولمدة 15 يوما. اتهمت روسيا النمسا بإعاقة مفاوضات الأمم المتحدة في فيينا، وذلك بعد رفض منح تأشيرات لأعضاء الوفد الروسي. وصرح نائب رئيس الوفد الروسي إرنست شيرنوخين أن فيينا رفضت إعطاء تأشيرة الدخول لممثل وزارة العدل والمدعي العام ولجنة التحقيق لوزارة الداخلية الروسية لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بين 11 والواحد وعشرين من أبريل الجاري. يرغب وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر في تمديد مراقبة الحدود مع المجر وسلوفينيا لمدة 6 أشهر أخرى للحد من تهريب البشر. وأكد كارنر على ضرورة زيادة الضغط على عصابات التهريب والاستمرار في تطبيق الضوابط الحدودية لضمان سلامة السكان لتقليل من ضغط اللجوء ومنع سوء استخدامه. وأشار كارنر إلى أن انخفاض أعداد طلبات اللجوء يعود بشكل كبير إلى تطبيق الضوابط الحدودية، محذرا من تكرار الوضع الذي شهده العام الماضي. حذر موقع فوكس الألماني من احتمال شن هجمات إرهابية من متشددين في ألمانيا والنمسا من إسلاميين قادمين من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وحذر العديد من الأجهزة الأمنية من هذا التهديد الخطير الذي يمتد إلى عدة دول في أوروبا. وفقا للموقع، فإن المتشددون يتخلصون من وثائقهم قبل عبورهم الحدود الأوروبية ويستخدمون أسماء مزيفة. ويذكر أن الشرطة النمساوية كانت في حالة تأهب بعد معلومات عن احتمال هجوم على بعض الكنائس في 15 من مارس الماضي. تلقت القوات المسلحة النمساوية إنذارا حول فقدان الاتصال اللاسلكي مع طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلية إل عال. وأعلنت السلطات في فيينا أن الاتصالات اللاسلكية تم إعادتها مع الطائرة من طراز بوينغ 777 بعد بضع دقائق، ولم يتم الكشف بعد عن سبب فقدان الاتصال اللاسلكي. وانطلقت مقاتلات أيروفايترز وهي في وضع الاستعداد من قاعدة زيلتفيك وسط النمسا للبحث عن الطائرة المفقودة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم. شاركونا تعليقاتكم. كنت معكم أنا بينار الحامد،
أمسية سعيدة وإلى اللقاء.